تركها الإرهاب أرضاً بوراً أحرقها وهجر ناسها وأهلك متعمداً الحرث والضرع، إلا أن عزيمة العراقيين تأبى أن تنكسر. فمن بين الحطام نهض الفلاح الأنباري وحاول جاهداً إصلاح الأرض مصدر رزقه، إلا أنه لا زال يعاني الإهمال والتهميش الحكومي، فهو بلا دعم يذكر. ومع أن المحافظة تحظى بأخصب الأراضي الزراعية، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون سلة العراق الغذائية، إلا أن هذا الأمل تواجهه العديد من المعوقات بحسب الأهالي. محافظة الأنبار كانت أنه سلة العراق من ناحية الزراعة والغذائية. اليوم الأراضي الزراعية عبارة عن مناطق يعني قاحلة، ما بها أي زرع، مناطق زراعية مدمرة، الفلاح ما يقدر يزرع لأن الحكومة ما تدعمه. اليوم بالمقابل الحكومة منعت الاستيراد، بعد ما تدخل أي بضاعة وأي سلع للعراق مستوردة حتى تنطي مجال للفلاح يزرع والمواطن يتقبل انه البضائع اللي ينطيها الفلاح العراقي، لكن بالمقابل انت ما تقدم شيء للفلاح، شلون راح يقدر الفلاح يزرع ويقدم للبلد؟ المخضر كليته استيراد، الطماطه من سوريا، الباذنجان من ايران، يعني اغلب المخضر اليوم كله ايران، سوري، تركي، يعني ماكو شيء عراقي، بس الخيار. يعني مطالبات نحن نريد من الحكومه تدعم الفلاح، تدعمه بالسماد بالهذا، خلي الفلاح يعتمد على نفسه يزرع. أهالي الأنبار طالبوا الحكومة العراقية مد يد العون للفلاح ليتمكن من زرع أرضه وفتح المعامل المغلقة منذ سنوات للنهوض بالعراق من جديد. العراق أصبح ضعيف وهش بسبب السياسيين وأعمالهم اللي وجهت البلد إلى نحو الأسوأ، فإحنا نطالب من الحكومة دعم الفلاح، دعم المعامل، حتى ترجع العراق ينهض من جديد، حتى الشباب اللي يبرزون طاقاتهم واثنين ويكفون احتياجات البلد. إحنا ليش إحنا بلد كنا نصدر للدول المجاورة، أصبحنا اليوم حتى الطماطة نجيبها من الدول المجاورة. مختصون في الزراعة أكدوا أن بإمكان محافظة الأنبار تلبية معظم حاجات العراق الغذائية، إلا أن غياب الدعم الحقيقي يجعل تحقيق هذه المهمة أمراً مؤجلاً.